انت قلتي لبابا ان انا جاي قبله؟ وهو مستنيك من الصبح. طيب انا معايا واحد صاحبي، تعالى تعالى بقى اجي على طاولتك. عملي كتمرجي عشان ارجع لك ارضك. عموما يا استاذ فرج انا جاي اتفاهم معاهم بالذوق، يعني احنا عايزين نتفاهم معاهم بالهدوء، فاهم يا فرج؟ بس انا مش عارف انا ليه قلقان. قلقان من ايه؟ انت مش كلمتي راندا ان انت هتتفاهم مع ابوها بخصوص الارض؟ طبعا انا قلت لها يا راندا انا جاي اقابل بابا عشان حاجه مهمه. هو في بينا ايه مشترك غير موضوع الارض؟ صح. تفتكر هيرفض مقابلتنا يا فرج؟ لو رفض مقابلتك يبقى هو الخسران. ما تفسر ايه بعدم استقباله ليا؟ هو عارف ان انا جاي ليه ما يستقبلنيش؟ هيستقبلك وهيحاول ينيم المسائل وكل حاجه وهيتفاهم معاك. ده حقك لازم يوصلك يا استاذ، دي الوصيه بتاعت ابوك. ماشي. قال لي يا فرج. ايه ده؟ خش بابا. يا بابا استني واحدة. استني ممدوح يا خالد، ممدوح يا بابا. عشان اشغالنا كتير بس ومشغولين. شوف شوف حساب الشروط ايه. ممدوح يا بابا، حساب الزلطة يطلع كام؟ لو عملنا العملة باليوناني. لا بلاش باليوناني. خليه بالجنيه البرازيلي. الدولار البرازيلي احسن من الامريكاني. عشان بس ده تخسر كتير. بس انا بقول ايه؟ طب شوف كده كام زلطة عندك. زلطة في عملة اسمها زلطة في الدنيا. يا عملة من طنطا. عموما حساب الأرقام حساب العملة أنا
هو الفرع بتاعنا اللي في جنيف. في جنيف احنا هنقدر نوضح المسائل دي بعدين ان شاء الله. اتفضل يا اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا ممدوح. انا يا فندم انا ممدوح. اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مؤاخذه يا ابني البيزنس. يا اهلا وسهلا. البيزنس واخدنا فرق العمله اليومين دول. انا تعالى اتفضل. اتفضل يا اتفضل اتفضل يا عم. اتفضل يا عم. يا اهلا. كل زمان كل زمان. اهلا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا يا ممدوح. انا يا فندم ممدوح. اهلا 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 وسهلا. انا اسف كتر البيزنس فضارك في كل المسائل عندي، فمعلش وقتنا ضيق هناخده بسرعه عشان اعرف انتوا عايزين ايه. خير اقدم لك نفسي يا فندم. ايوه انا ممدوح ابن الناجي وبشتغل مهندس معماري. مهندس؟ ايوه يا فندم. انت مهندس؟ ايوه يا فندم. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا. كويس. انا بجانب اعمالي الكتيرة برضو مقاول. ايه ده مقاول؟ ابو زمل. احنا زمايل يا فرج. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. خير. عايز اعرف بس قبل مين اللي ده؟ فرج استاذ فرج المطيعي. اهلا وسهلا يا يحيى. دبلوم صحة مستشار قانوني. تقدر تقول محامي. ازاي ده؟ ايه دخل القانون في الصحة يا ساعات بتدخل قانون وصحة؟ معهد الصحة ده شغلتي. وظيفتي اضرب حقن، اصرف دواء للعيانين، اعمل اشعة، لكن هوايتي هي القانون. اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. اشتريت كل المراجع، درست كل المراجع، حفظتها هضمتها تماما. اسألني يا فرج. اضربنا يا استاذ ولا ايه؟ اسألني عن اي حاجة. انا بكلمك قانون مدني يا استاذ. اكلمك قانون دولي. ايوة قانون عسكري. اسألني. كفاية يا فرج كفاية. كلهم بيسألوني. ايوة كلهم بيسألوني. السادة المحامين. السادة المحامين. اي واحد عنده اي مشكلة او اي قضية معضلة بدل ما يرجع للقانون والمراجع يرجع لي انا اقول له يكسب القضية. اسألني. شكرا. يا حضرات المستشارين. يا حضرات القضاء. في المحكمة. يا معلش. اسف. انا اسف جدا يا استاذ سعيد. اسف جدا. الحقيقة اصل الاستاذ فرج متحمس شوية. الاستاذ يتحمس بعيد عننا هناك. كما تدخل لبالع راديو. ايه يا ابني؟ ايه اللي المستشارين ومستشارين ايه؟ يا حضرات ابني. ده حاجة غريبة جدا. الله. ايه ده؟ اسف. يا خبر ابيض. اسحل ما كنتش كمرجي. يا
فاتح. يا حضراتك يا راجل معلش يا استاذ سعيد. لك انا في هدوء. في هدوء. يا سلام الهدوء حلو. الحقيقه هو منفعل شويه واللي بيعمله ده ملوش اي علاقه باللي احنا جايين علشانه. انا قلت كده والله. اهلا 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 وسهلا. خير ان شاء الله. احنا تحت امرك يا فندم. عشان وقت ضيق ونحسب اطلب التاجيل. انت عايز توديني لتاني يا فرج. خلاص. يا اهلا وسهلا. الحقيقه انا ليا طلبات بسيطه قوي وكل طلبي ان عم توفيق يرضى عليا. اهم حاجه عم توفيق يرضى عليا. موافق يا عم توفيق؟ قلت ايه يا عم توفيق؟ ما هو مش هينطق. ايه؟ انا متفق معاه. انا موكله يعني انا وكيله انا خالي الاولاد. خالي الاولاد. انا افهم من كده ان حضرتك حاضر عن المتهم. عظيم. متهم ايه يا ابني؟ بصني فوق. ايه متهم دي؟ ما تحترم نفسك يا اخي. اطلب التعويض. الجاكيتة. احترم نفسك يا بره يا اخي. خلينا نخلص شغلانه دي. دي مش شغلانه دي. خلينا نخلصها. كل واحد ياخد حقه ويمشي يا اخي. نتكلم في هدوء. في هدوء. في هدوء. قلت لي بقى حضرتكم متفقين؟ احنا متفق. انتوا زعلكم ان احنا نتفق ولا ايه؟ يعني انتوا متفقين؟ يا حلاوتكم قوي متفقين. فرج سامع الراجل ده بيقول ايه؟ بس اصبر افهم انت. انت مبوظ العمليه. هم متفقين يا فرج علينا. اصبر عليك. ده هيسجن معايا يا فرج. ارضنا. اصبر عليك. الله الله. الوشوشه اشتغلت. وشوش اشتغلت. يبقى انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ ايه اللي خلاك تنطق؟ ما انا قايل لك اسكت خالص. اسكت ما تتكلمش. انت مش سامع يا نسيمي؟ معلش. سامع الواد التمرجي اللي معاه بيقول ايه؟ معلش. سامع التمرجي يا قليل الادب؟ يا قليل الادب اسالني خلاص يا عم. انت سامع؟ ما تضيعش الدنيا. ما تضيعش الدنيا. خلي العمليه تخلص يا عم المعروف. خلينا ناخد الفيوس وننصص. مش عايز ننصص. اسكت. انا مش مطمن للراجل ده يا فرج. اكيد عمي توفيق جاي بيضربني لما عرف ان انا جاي طالب بالارض. بقول لك حقك ولازم تاخده. سيبك منهم. سيبك منهم. انا معاك. اتفضل. ممدوح بيه. ايوه يا فندم. تعالى اتفضل. الحقيقة الموضوع اللي انا كنت جاي علشانه هو موضوع حساس جدا وشخصي جدا ويهمني انا وعمي توفيق. اعتقد انت مالكش اي علاقة بيه خالص. انت بتتكلم معايا ليه؟ الموضوع خاص بيا انا وعمي توفيق. انت ايه اللي يحشرك بينا؟ انت بتهزقني يا ولد. الاول الموضوع خاص بي انا وعمي توفيق. يعني ايه انت وعمك؟ اذا كان عمك موكلني انا. موكلك. عمي توفيق الكلام ده مظبوط يا عمي توفيق؟ الله. قول له. ما بيردش ليه؟ اقول له ايه بس؟ انت مسكت من الصبح. اقول له ما انت سامع الكلام الفارغ اللي تكذبه؟ اقول له ايه؟ اقول له انك انت قليل الادب. انا عارفكم يا قلت الناجي كويس قوي. استنى بس. اقول له ايه؟ استنى طيب. استنى طيب. اهدى بالله. اهدى اهدى. انت بكده مش هنعرف ناخد حاجه خالص. اعمل معروف خلي البنت تتجوز وانا اخد فلوس واروح لحالي. اعمل معروف. اسكت.
وسهلا. تعال اقعد. اقتنعت ان انا وكيله؟ ماشي. نتكلم في الشغل. نتكلم. عايزين نخلص. صدقني يا عايزين نخلص. صدقني يا استاذ سعيد. نعم. عمي توفيق اسطوبانا لنفسه بيت من الهوا. ومش عايز يتسائل معايا. يا ابني. يا ابني ما انتوا ايامكم كانت ايام ودلوقتي ايام. وفي نقطة تانية كمان. انا حبيت ادخل لعمي توفيق من الباب. وما حبيتش استخدم معاه وسائل تانية. وسائل تانية؟ ايوه. ولا كده؟ شو دي من الوسائل التانية هي؟ ده فاهم كويس قوي يا وسائل التانية. انت فاهم؟ اسمع. فاهم الوسائل التانية واستخدمتها قبل كده وانا هستخدمها معاك لو رفضت طلبي. ايوه وسائل تانية؟ مظبوط. انا ما اعرفش الا باب واحد بس اللي دخلت منه ولسه ما طلعتش حتى بعد موت المرحوم. خلاص يا عمنا. خلاص يا بيت. خلاص يا سيدي. خلاص بقى. خلاص خلينا نخلص. خلينا نخلص. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا ممدوح. انا نفسي افهم الراجل ده بيتكلم على ايه. اثبت منه بس خالص يا زهر عيان. اتفضل. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا ممدوح. ممدوح احنا عاوزين نخلص من الحكايه دي. خلينا نخلص على خير بقى. احنا بقالنا قد ايه دلوقتي شغالين؟ يا نهار اسود عليك. احنا نخش في الموضوع. نخش في الموضوع. كل واحد ياخد حقه. كل واحد ياخد حقه. لا مل زايد ولا صمت ناقص. ماشي. اهم حاجة لعلمك بقى انا مستعد اكون متساهل معاكم للنهاية. ولازمته ايه التساهل يا صديقي؟ حقك وقول يا اخي. يا ابني انت بتزعق لي. انا عايزك. انت بتزعق. انت حد كلمك؟ ده هو بيكلمك مش احنا. اتفضل. خلونا نخلص. ماشي. خلونا نخلص ونفض الحكايه دي وناخد ال ونرصص ونمشي. قصدي نفصص برتقال. البرتقال يا بنت. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. نخش في الموضوع. نخش في الموضوع. كل اللي انا كنت جاي عشانه. ايوه انا عايز اسمعه. ممكن تساعدني يا فرج؟ كل واحد ياخد حق. طب ما احنا عايزين كده. كل واحد ياخد حق. فاحنا عايزين كده. وما تزعقش يا ابو سيد. ما تزعقليش. هو الموضوع ببساطة ننهي الخلاف اللي بينا. ننهي؟ كفاية قضايا ومحاكم. كفاية؟ تصور 19 قضية يا محترم خلال 20 سنة بين عم توفيق والمرحوم والدي. 19 قضية. 19. انت وش محاكم يا فندي؟ اذا كان ابوه مناكف اعمل له ايه؟ معلش يا عشان خاطري خلي الحاجة. انا ابويا مناكف. بقول لك ايه؟ بقول لك انا ابويا مناكف. قضية. قضية. حضرتك القضية رقم 20 ان شاء الله. عم توفيق. عم توفيق ممكن بهدوء ننسى الماضي ونعتبر نفسنا ولاد النهارده ونتكلم على هذا الاساس؟ يا ريت. يا ريت. اتفضل. اتفضل. نتكلم كاننا ولاد النهارده. نتكلم. موافق يا عم توفيق؟ انا كلمني انا يا ابني. لا انا بكلمه هو. موافق يا عم توفيق؟ قول موافق. يا سيدي قول موافق. يا عم توفيق موافق. حط ايدك في ايدي واعتبرني ابنك جاي يطلب منك طلب صغير من العداله انك تحققه له. كده انت شايف ايه يا ابو ناسب؟ انا شايف انك تقول طبعا عشان نخلص. خلاص. اتفضل. 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 اتفضل يا فرج. اتفضل يا فرج. اهلا وسهلا. متشكر. متشكر جدا يا استاذ سعيد. الحقيقه انا ما كنتش عارف اعمل ايه من غيرك والله. طبعا وجودك هنا هيفيدني كتير جدا. وهيفيدني انا كمان. لان انا طبعا. اهلا وسهلا. طيب ما دام اتفقنا بقى على المبدا نتكلم في الفلوس ولا ناجل الموضوع ده بعدين؟ لا ناجل. احنا ليه ناجل؟ ما خير البر عاجله ونقوله على طول. ماشي. عشان كل واحد يروح لحاله. انا تحت امرك. في ناس متشمعه بالشمع الاحمر يا اخوانا. اتفضل. انا تحت امرك. اتفضل. ممكن اتاكد من حاجه واحده مهمه؟ اتفضل.
عشان لو اتاكدتي من الحاجه دي هبني عليها اساس كل الكلام اللي هيجي. اتفضل. انتوا بياعين ولا شاريين؟ شاريين طبعا. شاريين. طيب المبلغ اللي في دماغكم كام بالظبط؟ 10,000 عشان خاطر 20 عشان بننصص هنا. اهلا وسهلا. 20 20 دي يا استاذ؟ ايه 20؟ امال ايه يا راجل جاي على نفسك كده ليه؟ انت الظاهر ما تعرفش المتر بكام اليومين دول. نايف انت الله يطاعك اسمها بالمتر. امال ايه؟ قسمت زايد ولا مين اللي ناقص؟ متر ايه؟ ايه؟ امال نحسبها ازاي؟ احسبها ازاي؟ بالوزن. بالوزن. مش عاجبك الوزن؟ مش عاجبك توزن هنا اوزن بره يا اخي. مش عاجبك برضو؟ شيل زي ما انت عايز. يا استاذ حد قال انها تتباع بالكيلو. اعمل ايه ما انت شيل بسعر الجمعيه. يا اقول لك ايه؟ انت بتهزر؟ مين قال يا استاذ انها تتباع بالجمعيه وتتباع بالكيلو؟ ومين قال يا استاذ انها تتباع بالمتر؟ لا معلش بقى لا مؤاخذة احنا مش هنتفق بالطريقة دي. مش هنقدر نتفق. قضية صدقني قضية. قضية تاني يا اخوانا. انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ يا اخوانا انا بعت 9 عمارات في حياتي. اكبر عمارة خدت ربع ساعة. طب ممكن اقول لك حاجة؟ نعم. انت مش عايز تحسبها بالمتر ليه؟ تقدر تقدرها لي بالظبط؟ يا استاذ ما احنا كده هنتظلم. تقدر تقدرها لي؟ هي قد ايه؟ متر ونص. طبعا حبيبي. وانا اقدر اقول لك اذا كانت تطلع متر ونص ولا كام. تحب اقول لك انت تطلع كام ملي بالظبط؟ وايه دخل مقاسي انا في الموضوع ده؟ انا مش عارف انت اللي عملت كده يا افندي. وبعدين تقول لي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ايه دي يا محترم؟ اعمل بيهم ايه؟ لا 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 السعر ده مش مناسب. والله امال عايز كام؟ احنا قلنا 10 في الاول. كويسين يا حبيبي. ال 20,000 جنيه دول انا لو حبيت اخد شقه وافرشها هتكلف اكتر من 20,000 جنيه. مظبوط. طب ما هي دي بسيطه. ايه؟ انا اعمل لك شقه فوق وتسكن وتحلك الاشكال. خلاص انا عينيا يا سيدي. كتر خيرك كتر خيرك. بس المبلغ ده شويه شويه. يعني عايز تخليه كام؟ يعني مش اقل من 50,000 جنيه. دي غالية عليا يا استاذ. غالية عليا قوي. صح. 50,000 جنيه. طبعا دي لقطة. أيوة. لقطة يا فندي. لقطة. حاجة حلوة. ايوة. 50,000 زي بعض. وده كانش متناسب. موافقين. 50-50 يلا. يلا. حلال عليك. فاضل
يا فرج. مبروك. كان عايز الكابتن خليها 70. لا 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 سيبه. بقول لك ايه؟ مبروك يا عمي. مبروك. مبروك يا عمي. مبروك يا فرج. مبارك عليا كلنا. مبارك عليا كلنا. مبارك. نعم. رندا. نكت يا رندا. مبروك يا بنتي. صحيح يا خالي. مبروك يا بنتي. ألف مبروك. صحيح يا خالي. خلاص هناخد ال10,000 جنيه. وهاخد ال10,000 ومش هتشوفي وشي تاني. الحمد لله. يا ساتر يا رب. يا حفيظ. ألف مبروك. اسمه الشربات يا أولاد. مبروك يا رنا. أهلا. أهلا. ميرسي يا نادر. الحمد لله. اللي هيعملي الشربات تعالي سلمي على الضيوف بسرعة. بسرعة. إيه ده؟ يا أنا مش فاهم بيعملوا كده ليه؟ هم فرحانين؟ يا خسارة! ده الحمد لله! ده عذر فرحانية! الحمد لله! الحمد لله! شربات يا ولاد! خمس حقوق.